كان اشتكت من السعوديين الإبداع، هم أهل الإبداع وهم الذين أسسوا هذه الدولة. أول شيء صباح الخير، اليوم السبت 7/3/1439 يوم مع الأستاذ نبيل نصيف نائب أمين جمعية مراكز الأحياء وعضو في مجلس نظارة الأوقاف وأمين سرها. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. ورشة الحوكمة الآن معقودة، وهي أحد خلينا نقول البناء لبنة للبناء المؤسسي لمؤسسة وقف جمعية مراكز الأحياء، وقد تم لله الحمد وضع الأساس اللي هو نظام وقف الجمعية ولائحته التنفيذية. ترأس هذا ورش عمل 9 الشيخ عبد الله اليحيى وكيل وزارة العدل الأسبق، وأيضا الشيخ راشد الهزاع وكيل الوزارة، وثلة من الاقتصاديين والمتعاملين مع الوقف ومديري الأوقاف. الحوكمة كما تعلمون هو نظام لإدارة يعني شؤون الشركة، أو في حالتنا هنا المجلس الأوقاف الجمعية، يضع لها الاستراتيجية وخطة عمل وجميع ما يرتبط بإدارة ومراقبة والإشراف على الوقف وتثمير أو أعيان الوقف، وأيضا توزيع الريع. فبناء الحوكمة أو لائحة الحوكمة مهم جدا للأساس خلينا نقول القوي للحوكمة للجمعية. البار عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية زمزم، وشرف لنا أن نكون من أحد سكان وأعيان حي النهضة في جدة. ورشة العمل اليوم حبينا تحدثنا شوية عنها دكتور. اليوم كان لقاء جميل الحقيقة، تحدثنا فيه عن حوكمة أوقاف جمعية مراكز الأحياء، خطوة مباركة وفي الاتجاه الصحيح لعمل مستدام إن شاء الله تعالى، ترى الأجيال القادمة ثماره المباركة ويشهد المزيد من الإنجازات في هذا الإطار الطيب. أهنئكم وأتمنى إن شاء الله تعالى أنه تثمر ثمار يانعة تؤدي وتحقق أهداف هذه الجمعية المباركة. الله يعطيك العافية، شكرا لكم. الدكتور مراد بن إبراهيم أندجاني جامعة جدة طبعا كلية الهندسة، وهو أترك الحديث ليه يتحدث. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ورشة العمل اليوم بموضوع حوكمة أوقاف جمعية الأحياء. الأوقاف لها مجلس نظارة يرأس مجلس النظارة سعادة الدكتور عدنان صوفي. الورشة هدفها اليوم كيف نأسس العمل وخليه مؤسساتي بحيث أنه يخدم الجمعية على المدى البعيد، وعلى ركيزتين أساسية اللي هي الشفافية والوضوح والشفافية في التعاملات. الورشة طبعا حضروها مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمهتمين وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات ومحامين، فالورشة إن شاء الله مخرجاتها راح تثري العمل وينتج لنا منتج نهائي اللي هو لائحة حوكمة الأوقاف على جمعية مراكز الأحياء. شكرا. بلادي بلادي مدار الهدى ومهد البطولة
الهمم ومغنى المروءة منذ القدم بلادي. الأستاذ حسن مصبر عضو اللجنة التنفيذية في جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة. شكرا أخ رويد، الله يسلمك. كان اليوم عندنا يوم السبت اليوم في 7/3 اللقاء لورشة عمل حوكمة الوقف لجمعية مراكز الأحياء بحضور مجموعة من الدكاترة في جامعة الملك عبد العزيز وأيضا من وجهاء وعيان المنطقة وأصحاب التخصص من المحامين ومن مدراء تنفيذيين في الشركات لعملية الوقف. الوقف لأي جمعية من جمعيات الخيرية أو التعاونية لن ينجح أي جمعية من جمعية مراكز الأحياء ولا أي أخرى إلا بالوقف. الوقف له تأثير كبير لاستمرارية هذه الجمعية ويعطيها لفترة يعني استدامة، وهذه الأوقاف يعني من أزل الزمان من أيام التاريخ الإسلامي ومن أيام الرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موجودة الأوقاف ونجاح. وأنا حتى ما سمعت من سمو الأمير خالد الفيصل أنه لا تنجح أي جمعية وأي جمعية خيرية وغيرها إلا بالوقف، مثل وقف الملك فيصل للأعمال لجائزة الملك فيصل الخيرية وما يقدم من أعمال اجتماعية وجوائز خيرية. فإن شاء الله بإذن الله هذه أول شهادة ورشة عمل للحوكمة الوقف، وبإذن الله سوف تنجح بجميع مراكز الأحياء ونرى لها صدى وأعمال تخدم المجتمع، ومراكز الأحياء عملها جليل لبناء الإنسان وأيضا لعمل الترابط بين الإنسان بين الإنسان وبيئته المحيط فيها. وإن شاء الله نرى النور هذا الوقف بإذن الله ويخدم جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة، ليس جدة، مكة وجدة والطائف، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، وأيضا سمو الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة والرئيس ونائب الرئيس الفرعية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة. أستاذ حسن، تحدث القانوني الدكتور عدلي حماد فيما يخص أنه حتى حيكون هناك يعني تساعده، يعني حيكون في شراكات بينكم وجمعيات أخرى كلهم حسب اختصاصه، يعني أحيانا حسب التخصص وحسب يعني كل الموجودين كانوا في وقال ما نأدي نفس الدور، يعني ما نكرر نفس دوره. يعني كل جمعية لها دور، يعني جمعية خيركم غير جمعية زمزم، لا تكون عن جمعية أخرى. جمعية مراكز الحياة لها ميزة عملها بناء الإنسان وتنمية المكان وعمل لقاء وألفة بين الجيران الحي والعملهم الاجتماعي لتنمية قدراتهم وإمكانياتهم لخدمة هذا المركز وهذا الحي حتى يكون حي نموذجي. وأيضا أطلق سمو الأمير جائزة الحي المثالي، فلا لا نريد أن نعمل أعمال جمعيات أخرى أو جهات حكومية أخرى. فإحنا عملنا اجتماعي إنساني لتنمية قدرات أبناء الحي وقاطني هذا الحي. تحدث مع الدكتور عدلي أقول له نأخذ أجمل شيء في الجهات هذه المعنية، سواء صح. تعليمية صح. تعليم عالية أو تعليم وزارة المعارف أو مؤسسات حكومية موجودة أو قطاع خاص، نأخذ الأجمل منهم وكله يأتي في ميدان أو في ملعب جمعية مراكز الحياة، تأخذ الأجمل فيه وتبث المجتمع مع المجتمع اللي هي قريبة منه داخل الحي.
وهذا هو الصحيح لخدمة الله، أن تكون متميز. كيف تكون متميز عن المراكز الأخرى أو الأعمال الأخرى؟ بهذا الشيء لازم يكون لك تميز، تستفيد من الجمعيات الأخرى وتأخذ ما يستفاد لهذا المركز. وبإذن الله بوجودك أنت وبوجود الأخوان في المراكز الأحياء إن شاء الله، ونراهم من تميز إلى تميز إن شاء الله. وأنا عندي يقين متفائل مراكز الأحياء حتكون انطلاقة لها قوية بإذن الله بهذا الوقف. شكرا لك يا مهندس رويد على هذا اللقاء، جزاك الله. لما يحقق الأهداف التي بإذن الله تكون جمعيه، هذا هدف عام. هناك تعارض ولكن تكامل بينهم، لكن من ناحية المرجعية القانونية في رأيي نحن كلجنة قانونية يجب أن يكون المرجعية لمجلس المضاربة. أيضا هنا وجدنا في تداخل في شركة الوقف أنه توصيف المهام الرئيسية التنفيذية والأقسام الرئيسية في بينها تداخل، فيجب أن يوضع يكلف مكتب استشاري يوضع الهيكل الإداري والوصف الوظيفي لشركة الوقف وأعماله. مهامه ومسؤولياته، فقلنا إنه بالنسبة للصفحة الأولى اللي أمامنا كلنا إنه العناصر كلها متوفرة، وبالتالي بالنسبة لتشكيل اللجنة بالنسبة لتشكيل المجلس موجود، استقلالية المجلس يعني عدد جيد من المستقلين. عدة أهداف: حماية الأصول الوقفية من الضياع أو من تداول قيمتها الاقتصادية بحكم التضخم بحكم الدورة الاقتصادية، تنمية القيمة الحقيقية للوقف لما تعرف